سليمان بسم الله عليك وش فيك؟ ما أدري والله بس كن شي كن ما أدري أحس بتكة أحس بغلقة في الصدر كن وش هو؟ وخريبه ما تبي تروح؟ ابى اروح للبيت. وهذا اللي توي بروح يسلم ويتمشى ما اقدر اكبي لا ما تشيلني بدت الغلقه بدت الغلقه إيه. بيت بيتك منه بيتك منه والله بس كن فيني تكه كن فيني اغلقه ها تبي اوديك تنام بغرفتنا لا انت روحي نامي بالدار وانا بنام هنيتن اجل ارقد عندك هنيا ولا كنتي انتي ما تفتهمين انتي هاو ولا شكبر هو قبلتك وتقعدين الدحوسين عندي أقولك فيني تكة فيني أغلقة وتي تتحوسين عندي أنت هاي هاو أنت مش طاعونك من الرجاجيل أقول أذلفاي أذلفاي لا أهفش بهذي بيبهتك يلا يلا يا ربي شو اللي صار فيني يعني قبل ايش زينها بعيني هالحين اشكرها لا وبعد اسم الدلع رقيه السلام عليكم. من انت؟ انا مساعد والد ابو مساعد صديقك. وش عندك متلطم؟ ما تلطمت مسوي كذا بس ما تلطمت. اقول ايش بك تسحب مثل الكلب؟ أنا أبوي يسلم عليك ويقول وده أنك تزورنا في البيت وتقهوى عندنا مشتاق لك. إلى الحين في شدة على العرس؟ أبوي الحمد لله مريض ومشتاق لك وده تزوره بس. خلاص اسبقني أنت للبيت وأنا وراك. سمع. الحين. ما قدرت تاخذ منه اي شيء لو لحسه يبا وش اللي اخذ يبا ما اخذ انا ما صدقت على الله انه ما شافني وبعدين الخرقه اللي انا مسحت بها عتبه الباب انكبت وهي والغضاره ولا قدرت اخذها هذه عوايدك يوم هناك انكبت تقوم تبلشنا وتعزمه يتقهوى عندنا أزين يبا أزين عشان إذا جاء وتقهوى عندنا ناخذ من فنجاله أو بيالته وانت سببه عافية عليك والله إنك وليدة الظهر إنه جاء يبا افتح الباب افتح غرب الله يا هلا والله أبو سليمان أبو مساعد الله يقويك أبوك هنيتن إيه هنيتن السلام عليكم عليكم السلام القوة هلا سلامات يا أبو مساعد وين تجي السلامات معه ها؟ أقول وين تجي السلامات معه من زماني ما شفناك من مشراك شو السالفة قم وانا أبوك جبنا شاهي هو اي شيء يفرم في ذا البيت جبه يستاهل ابو سليمان يستاهل
والله مساعد هذا هب ريح. كلنا هب ريح لو يفكنا الله من بعض الناس. أقول أبو مساعد إيش سالفتك يبا أنت؟ صار لك فترة ما شفناك بالمشراع. ما أقول حسبي الله على اللي كان السبب. تعوقت انعقت ما عاد أقدر أمشي ولا عاد أقدر أتحرك. ما أقول لجعل اللي كان السبب تنقز عيونه. أيوة ترى أنت ما فيك شيء، بس خلي فيك هذا كله من الكبر. أقول هذا ترى كله الكبر. وش كبره وأنت أكبر مني بعشر سنين؟ يا هلا والله ومسهلا أبو سليمان. هلا هلا كل الهلا. صب القهوة صب القهوة لعمك، يمدحونه يقولون يحب القهوة ما شاء الله عليه. سب قهوة قهوة. لا 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 في مر بكبدي ما بيها ما بيها يبا. ما بتخالف القهوة. لا 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 تزيد تزيد علي هذه ما نام الليل منها. لا يبا ما بيها. لا أجل شاي 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 صب 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 رب شاي شاي. يقول الشاي يشيل المر يوخر المر. ما فنيدي 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 مر 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 بتبدي مر بتبدي. يقول الشاي طيب المر. هذا وشو هذا شاي؟ شاي لا لا يبا لا يبا لا يبا لا يبا حتى الشاي ما بيه. يقولون انه زين للمعدة للمرورة زين للمر. لا يبا ما بي انا ابى ترخص. وش بترخص؟ ابى اروح يبا. والله انت اشرب تدخل بيتي ما تتقهوى عندي فنيدي. حلف ابوي عاد حلف. الله يخليك اشرب الله يخليك. يبا ما ابي والله انت اشرب الله يحفظك. وش اللي ما تبي؟ اشرب يا رجال اشرب يا ابو سليمان. ما يصير تجي بيتنا ولا نضيفك وتشرب شاي. اقول حاطين فيه شكر شوي سكر. لا يبا ما في ما في ما في ما في ما في شكر. يقول ما في. زين زين يعني ذقه ذقه. يبا احنا ما نشرب ترى الا باستكانه من كسر عروته وهو يغسل المواعين. الولد كسرت العروة. اي هذا بالقلاص حطينا بالقلاص. شو الشاي هذا؟ هذا غسان بيالات هذا مو بشاي. لا لا خفيف احنا نشرب الشاي خفيف. زين هالشاي ريحته خنينه. نصب لك بيات ثانيه. لا يبا لا يبا وحيد. لا يبا يلا عاد انا ترى اترخص من الطريق من يلا يبا يلا. سلام عليكم. وين بيانه هذه؟ امسكها سم حطها في مخباتك. خلي ما نبيه حطها اي روح حطها في سحله. إيه؟ وغسلها. إيه؟ افركها. إيه؟ وجبها لي اشربها. والله من الخفة في ذا الولد. يا الله يا رب يا الله يا رب. مسها بالخير. والله ما اقول الا الحظ قام وجاب لي اياك يا رقيه. يا كذا يا حظ ولا بلياش. يا حبه اللولو على الرف منزيه. راحت حياتي وانا ادورها من قاشي. جاك البيت يا ابو مساعد اغنم زمانك حبيبي دام يحيه. لا يفوتك الزين لا يفوتك الزين ودولاب العمر ماشي. آمر ولا تستحي يا عيونها رقية. عين لك الحال مع عين لك فراشي. هب والوليتة وال هذا شايب مطر ولد. هذا شو ضر هذا؟ هذا تمره.
هب. ما ادري يا رقية وش اللي فيني، احس فيني تتسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا خالة. هذا اقول رقية شم، خلينا الحال شم. خير يبا، وش فيك؟ راك صاد من خشمك. ادري وانا ابوك وش اللي فيني، كل ما قربت من عندي رقيه جاني في صدري تتسه. تقول فيني وحام، تعرف المرض احملت. يعني متنسي يبا؟ ايه متنسي. اجيب لك الشيخ يقرا يا بيي. وانا ابوك جيب لي الشيخ وما فات. بسم الله عليك يا بيي، بسم الله عليك يا بيي. هاتي المسخن. انا اقول لك انت وشو اللي تصيح؟ سم اللي يصيح انا. طيب والحل؟ ما ادري. اقول هذه رقيه البندق. هذه رقيه. انت رقيه. بسم الله. ومع هالبندق اقول يبا ايش السالفه؟ ما قلت لك هذا البندق.